جماعة احنا رايحين مصر. احنا رايحين مصر بعد 7 سنين. انا مش 7، انا 8. انت 8؟ ما هو من ساعة ما اتولدت يا حبيبي ما رحناه. ماشي. Are you excited؟ لا. الحاجات اللي انت عايز تشوفها او تزورها في مصر؟ Pyramids. وايه تاني؟ بس food in Egypt. اللي هو؟ بسبوسة. انت بتحب بسبوسة صح؟ اه. نروح ناكل بسبوسة ونروح الفيرمس. ماشي ونشوف قرايبنا ونشوف اهلنا صح؟ صح. اكسايتنج؟ اه. دلوقتي اكسايتنج صح؟ لا. طبعا قررنا نجهز الشنط وافتكرت ان هي شنطتين ثلاثة، ولكن للاسف طلع معنا اوفر ويت وحاولنا نحل الموضوع ده. جهزنا شنط السفر وطبعا اخترت الاختيار الامثل اللي بعمل لكم ريكومنديشن عليه، نوتس كار، وهي عبارة عن شركة فيها عربيات للإيجار للمطار. العربيات اللي عندهم مساحتها حلوة جدا، بتبقوا قاعدين فيها براحتكم، ولو معاكم أولاد بتبقى المساحة كويسة وانتوا شايفين أولادكم قدامكم. فأنا كتبت رقم التليفون وبعض الديتيلز هتبقى في الديسكريبشن، فدي بجد شركة كويسة جدا. بس اهم حاجه لازم تكون معرفهم ميعاد الفلايت بتاعتك وعدد الركاب وكم شنطه هتاخدها عشان تبقوا قاعدين مرتاحين ويقدروا يوفروا لك عربيه مناسبه لعدد اسرتك او عدد الشنط اللي معاك. طبعا هما عندهم باص وميني باص وكاب. احنا اخترنا الايت سيت لان كان معايا صاحبتي هتيجي في الطريق، كنا هنروح ناخدها واحنا اصلا عددنا 5، فكنا لازم ناخد حاجه كبيره شويه. وصلنا المطار وكان مجهود صعب قوي عليا ان انا اخلي الاطفال هاديه بقدر الامكان على ما نخلص التشيك ان، وطبعا زي ما انتم شايفين انا بسافر بسليبر عشان ابقى مرتاحه وفي الحركه وكده. بعدين رحنا، بعد ما خلصنا رحنا عشان نفطر وناكل واجهز الاولاد واغير لهم وكده قبل ما نطلع بالطياره قبل ميعاد الديبارتشر. انا ما خدتش معايا البوش تشير، خدت معايا الريست باند. الريست باند ده جايباه من امازون لان ناس كتير قوي سالتني عليه. هو بصراحة عملي وبيخلي الأطفال تمشي معاك ومتحدد، هو 3 مترز، في كمان مترز وفي 2 مترز حسب المساحة اللي انت عايزاها. انا جايباه لان الهيلث فيزيتور قالت لي لازم اجيبه لان الأطفال ما كانتش بتسمع كلامي ان انا امسك ايديهم. المهم جاي معاد الديبارتشر، طلعنا وحاولت بقى الفقرة التانية ان انا اخليهم يقعدوا على السيتس، ودي كانت اصعب حاجة مرت عليا لان الاثنين كانوا بيقلدوا بعض وزهقوا من الطيارة وكان اول مرة يقعدوا فترة طويلة كده. اغلب الاوقات كنا بنسافر ايطاليا فكان مدتها ساعتين بس وبنوصل، انما ده كان 4 hours and half، فبالنسبة لهم كان فترة طويلة قوي قوي. كنا واخدين بقى العاب وحاجات اكتيفيتي وكلام من ده، ولكن برضو كان الموضوع مرهق جدا جدا جدا. فحسيت ان سن ريان كان سن متحمس شويه، فاهم الرولز، قاعد مكانه ومعتمد على نفسه، ولكن السفر باطفال اقل من مثلا 5 سنين بيبقى مرهق جدا. ولكن بعض الظروف بتخلينا نسافر بالاطفال. وصلنا مصر. طبعا الحر اللي بيجي فجاه ده، عايزه اقول لكم بقى ان مطار سفنكس من المطارات الكويسه جدا في الوصول. المطار لسه مش جاهز قوي ولكن ما كانش فيه زحمه. مش عارفه فايده الورقه دي ايه لحد دلوقتي، ولكن وصلنا خلاص ارض الوطن. طبعا جده كان مظبط كل حاجه للاحفاد فقضوا وقت جميل جدا وانبسطوا. وطبعا انا من تاني يوم بدات اجراءات ان انا اطلع اوراق مصريه عشان واجهت صعوبه جدا في الدخول لان ما كانش معايا بطاقه مصري او باسبور مصري، فاضطريت ان انا اروح واطلع بطاقه مصريه. السواقه في مصر زي ما هي، سواقه فهلوه ما فيهاش اي يعني سيف، ولكن انا ما اعرفش لحد دلوقتي الناس بتسوق ازاي من غير معدل الامان، ولكن الناس عايشه بالبركه تقريبا. كل حاجه غلط ومش في رولز محطوطه في السواقه في مصر. الاسعار زادت شويه في مصر، لسه المصالح الحكوميه ماشيه بالملفات، مفيش تكنولوجي في كل المحافظات، ولكن الدنيا ماشيه يعني. نسبه اطفال الشوارع زادت جدا. الحاجات دي انا اشتريتها من طفل رفض ان ياخد فلوس مساعده وقال لي اشتري اي حاجه، فياريت بس نشجع. انا مش عارفه والله اقول ايه لان الموضوع ده ملوش حل، ولكن نساعدهم بقدر الامكان ونقل من وجودهم في الحر. خدت البطاقه وخلاص كده بقى معايا اي دي مصر، وحضرت فرح اختي او كاتب كتابها. فاي حد بيشوف الفيديو ده دلوقتي ياريت يكتب في الكومنت ويدعي لهم، ربنا يبارك لهم في حياتهم ويساعدهم في حياتهم ان شاء الله. بعد الفرح بقى قررت ان انا اطلع على الساحل. هاي، انا اخيرا قعدت. انا جيت مصر من اسبوع فكرت ان انا كل يوم هعمل بلوج او كل يوم هعمل حاجة، وتقريبا انا لسه قاعدة حالا من اسبوع اهو. نعم يا حبيبي. نعم. ماشي خالص.
ملحقش. ووصلنا الساحل اخيرا. انا بالنسبه لي دي اول مره كنت اروح الساحل. لو انتوا بقى زي حالاتي اول مره تروحوا الساحل، فالساحل متقسم لساحل طيب وساحل شرير. وجوه الفيلج ذات نفسها القريه يعني متقسمه سكشن فيلل وبعدين شاليه 3 رومز 2 رومز وهكذا. تقريبا بعض القرى نفس التقسيم. God baby hold it don't worry hold it don't worry just a baby. البيتش عجبني جدا، البحر كان صافي، واول مره اشوف شط نظيف فعلا كده بالمقارنه بشطوط ايطاليا، لان انا كنت دايما اقول شطوط ايطاليا احسن شط، ولكن عجبني الشط جدا بتاع الساحل. اغلبهم بيقول لانها ميه مرسى مطروح، فاحسن شط في مصر هي الشط بتاع مرسى مطروح. فالميه بجد كانت تحفه، البحر كان جميل. اول يوم قضيناه في البحر، ولكن تاني يوم كان الموج عالي شويه فاستخدمنا البول، وطبعا الاكتيفيتي اللي انا زي ما قلت لكم عليها البيتش باجي والعاب الاطفال وبعض الالعاب جوه البيتش، يعني تبقى جميله جدا. طيرنا الكايت طياره الورق، ولعبنا فولي بول، لعبنا فوتبول، ركبنا التويست، عملنا حاجات كتير جدا. فمبسوطه قوي ان في اصلا اماكن زي دي في مصر. انا ما لحقتش اتفسح في مصر وما شفتش الاماكن كلها الحلوه، ولكن الساحل كانت تجربه حلوه. وهكتب في الديسكريبشن كل التفاصيل البوكينج والمكان للي حابب يروح. وطبعا اكلت هين شوكي، دي يعني حاجه ما افوتها. تجربة التويست دي بقى كان اول مرة اجرب بصراحة اي العاب في البحر يعني، فكانت تجربة حلوة قوية. انا كبت ريان معايا عشان قلت له واجه مخاوفك، فانا كانت التجربة دي بالنسبة لي انا واجه مخاوفي، فالتويست ده حاجة خطيرة شوية، ولكن لو مسكته كويس وظبطته يعني الدنيا هتستمتعوا جدا. احنا مكناش بعيد قوي من الشط بس كنا طايرين، فاللعبة دي كانت حلوة قوي، هتلاقوها كتير. وهتلاقوا برضو اللي هي شبه الصوفة بتقعدوا فيها في التويست اللي احنا ركبناه ده، فالاكتيفيتي دي هناك كتير قوي وهتنبسطوا منها لما تجربوها. طبعا كان في لعبه حلوه قوي اسمها سوب بول، وده المفروض ان احنا نكون تيم، ما لقيتش تيم اكون مع ريان، فاضطريت ان العب معاه، ولكن تقريبا ما احترمتش لياقتي فوقعت كذا مره. بس كانت لعبه لطيفه جدا ودمها خفيف. هو عباره عن ملعب فوتبول مليان سوب وميه، وكل فتره في مكنه كده بتطلع سوب، فبيخلي اصلا الجري او الحركه فيه بصعوبه جدا، لانك ممكن تتزحلق وتاخد سبلات كده، فلازم برضو تاخد بالك لان الوقعه فيه بتبقى صعبه شويه. طبعا كان في اكتيفيتيز كتير برضو، في لودو، في فوتبول تيبل، وفي اكس او، في حاجات كتير قوي ممكن الاطفال تلعبها، ولكن الشط بيقفل الساعه 8. بعد الساعه 8 بقى خروجات بالليل اللي هي نايت لايف، بتبقى عباره عن كوفيز، وكل الكوفي اللي بتبقى على الشط بتنور وبيبقى شكلها حلو قوي، فبيبقى برضو وقت لطيف قوي انكم تقضوا وقت في كوفي بيفضل فاتح لحد 4 الفجر. الرحلة بتاعتنا كده خلصت لانها كانت اسبوعين بس، وده كان يوم رجعنا. رجعنا لمطار سفنكس برضو، بس الديبارتشر من مطار سفنكس ما كانش احسن حاجة،
ولكن اكيد هو قالوا لنا ان هو بيتجدد ولسه بيفتحوا فيه حاجات كتير. الرجوع كان صعب قوي قوي مع الولاد، طبعا فرهضوا مني وتعبوا، مواعيد الرحله كانت صعبه برضو بالنسبه لهم. فاليوم كده عدى ورجعنا تاني يوكي. لو عجبكم الفلوج ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير، واستنوني الفلوج الجاي عشان اقول لكم اكتر حاجه عملتها بسطتني في مصر.